السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بي ام اي 90 في عنده مشكلة، هذا المروحة بتضل شغالة، ولو دورت السيارة كل شيء مطفي، نظامي ما في شيء، بس المروحة انه عم تعطي رسالة انه السيارة باردة. يعني المقصد السيارة مطفية والمروحة مدلع شغالي، وهون إذا مبين عليك الحرارة 32 32. يعني الموتير بارد بتدلل المروحة شغالة. هنشوف العطل ان شاء الله. نفوت على دياغنوزي. بيلي هون ما في عنا ولا خطأ. ان اورنونج يعني اي او ان اورنونج، ما في مشكلة بالموتير. بدنا نفوت هلا على الشيء اسمه باراميتر، باراميتر موتور، ونشوف قد ايه بيعطينا درجة الحرارة. هلا هون اخذنا الموتير تمبراتور، عم يعطيني هون 95 درجة الحرارة، 95 درجة الحرارة، يعني منه مزبوط. احنا قسناها 32. هذه هي عزلة الحرارة، نشيلها شلناها. اوكي، نلاحظ هون صار عم يعطيني بالمينوس، مينوس 30، يعني عم يستوعب الموضوع، عم يعطيني مزبوط. نرجع بنحطها نلاقي دغري رجعت على 95. مثل انه مبين معي انا انه الموتير بيرد، ما في شيء، بدها تكون هيدي العزقة او التمبراتور زنزور خربان. هنوصي على واحد جديد ونشوف شو الموضوع. هلا هنحاول نشرح الموضوع مبسط يعني لحتى نفهمه مع بعضنا. هيدي هي العزقة الحرارة اللي بسموها موتور تمبراتور فيلا، هي بتعطي سيجنال لكف الكمبيوتر، بسموها هيدي ايفا برينسيب. ايفا برينسيب يعني Eingabe Verarbeitung Ausgabe. نبقى بنحكي فيها لهيدي على نطاق اوسع من هيك. هيدا الرسالة تمر بالكابل من هون على الكف، والكمبيوتر هون الموتور شتوغريت او الـ HCU او اللي هو بيعرف انه السيارة حامية او باردة، وبيعطي رسالة للريلي تشغل المروحة. بس لحنا هون عنا مشكلة انه هذا معلق وبعده عم يعطي رسالة انه السيارة حرارتها من فوق 90.
حنوضح هلا بالفيديو اللي بعده، المقطع اللي بعده، وان شاء الله تستفيدوا من هالموضوع. هلا هذا المخطط للتوضيح بس، يعني منه بروفيشنال جماخت، يعني للتوضيح. هذا نشغله نشوف هون في رسمة اللي احنا غيرناها، هيدي القطعة الموتور تمبراتور فيلا، هذا هو السيمبول تبعه، في هون علامة تي بالجراد، بتلاقي هون بالمينوس 20 جراد. وقت اللي منطلع فيها بتلاقي الكهرباء عم تمرق، تكت الريلي، ها هي الريلي تكت والمروحة هيدي اشتغلت. وقت اللي بتصير الحرارة يعني خلينا نقول على 95، هلا هذا هون انا لقيته بس 80، بس احنا عم نوضح الفكرة بس. بننزل الحرارة طفت، ها واحد اثنين ثلاثة طفت، علي الحرارة بتشوف انه اشتغلت الريلي ودارت المروحة لتبرد الموتير. بتلاقي هون في هون حبستين، فيشتين هون بقلبه، بدك تعتبر هون وحده وهون وحده، هي هيدي وهيدي، وهي العلامه هي ذاتها هون. هلا هذا يعتبر ريزيستانس كمان، يعني فيداشتاند ريزيستانس، بس هذا الريزيستانس كل ما حمي، كل ما حمي هون بيصير الريزيستانس تبعه ضعيف. يعني خلينا نقول 2 كيلو اوم، كل ما حمي بيصير مثلا 1.5 كيلو اوم، 1 كيلو اوم، لحتى ينزل بطريقة على الاوم بيصير خفيف، بتمرق الكهرباء ساعتها فيه لقلو. هذا الفيداشتاند بيسكر المنطقة هون، بيلاقي الكهرباء اخف الشي يمرق على الترانزستور. هلا انا مني شاطر بالالكترونيات، بس انا بعرف في شيء اسمه بازيس كوليكتر وإيميتا. اذا اجى على البازيس كهرباء ضعيفة بيفتح معنا هذا الريزيستانس وبيعطي الخط الكهرباء على الريلي على 86، وال 85 هكاك اخذها هو من البارد من هون من ال 31. يعني بدك تعتبر هذا الجزء من هون هيك، عفوا هيدي هيك هيك بقلب الكمبيوتر، بقلب الشتويجريت بالكف جوا. هذا عبارة عن فيوز 30 امبير، انا حطه هيك وهمي. ان شاء الله تكون الفكرة اتضحت. مثل ما قلنا هذا كل ما حمي، كل ما خف الفيداشتان تبعه، كل ما مرقت الكهرباء اسرع، كل ما برد بيسكر هون بيعلى الفيداشتاند، ما بقى تمرق الكهرباء لهون. يعني هلا هون يعتبر نزلت الحراره، هذا الفيداشتاند تبعه علي صار كتير، قطع الكهرباء، صار كهرباء تمرق خفيفه، ما بيلحق يفتح الترانزستور. اوكي، دارت المروحة واشتغلت. العطل تبعنا كان اللي احنا هون انه عطول هذا معلق على 80 او على 90 مثل ما شفنا على الفيديو، معلق، وهيدا بيتوهم له هون انه السيارة سخنة وعطول شغال المروحة. ان شاء الله تكونوا فهمتوا المقصد تبعي انا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرة تانية رجعنا على السيارة وقلنا انه الموتور تمبراتور فيلا، هذا غيرنا هذا القديم، مبين قديم جدا وخربان الكترونيك، هاي واحدة. وهون بطلت تدور المروحة ووقفة، والحرارة هلا عنا يا هوني عاوزة تبين 24 23، بالسيارة هلا صار عم يعطينا
ديركت 22 جراد. فينا كمان نفوت هلأ نعمل إذا في أخطاء في لاكود موتور. ما في أخطاء من فيلا إن أردن. ندور السيارة متل تمبراتور فيلا عزلة الحرارة يعني اللي هلا مغيرينها هي اسمها. شوف هلا وقت دورناها صورة 24 هذا كل ما طلع عليك هون يعني بيطلع صور 25. كمان رجعت طلعت مرة وصار 26. إن شاء الله يكون عجبكم هالموضوع وتستفيدوا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.